السلام ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي فيصل وصديقي اسمه عمار قمطار إيراني، سوف نقدم لكم أشياء لم تروها في حياتكم. هذه الحلقة الثانية من حارق التالنت. الحلقة الأولى كانت يازريا مازور، الحلقة الثانية كانت الامتحانات، وسوف نبدأ الآن. يا أبوي أنا هرجع البيت أدرس كرسي. الله يعرف عليكم، والله يعرف عليكم. أنا أفتح الصنطة الكيمستري يا دول، انا افزع البيت، افتح الصنطة ما الاقي شيء، الاقي امتحان الجبرة. الخميس ارجع البيت ادرس ثلاث امتحانات ورا بعض، القرآن، القواعد، الساينس. ايش نسوي؟ ما نسوي انت نسوي.